أكدت وزارة التخطيط أن مؤشرات الفقر انخفضت في العراق بنسبة تتراوح بين 25 إلى 27%، وذلك بعدما كانت 31% خلال عام 2020. فيما أشار البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية أديا إلى انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي والذي تجاوز 10%. البنك الدولي أكد أيضا أن قطاع النفط يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الحقيقي للعراق، وبالتالي فإن أي تذبذب في أسعار النفط وانخفاضها يؤدي إلى معوقات مالية وإلى تدهور في النمو. وبحسب الإحصائيات التي أعلنها البنك الدولي، فإن عدد الفقراء في العراق يتراوح بين 2.7 إلى 5 ملايين عراقي، بينما يبلغ عدد السكان حوالي 40 مليون و150 ألف نسمة وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط مطلع 2021. رغم إقرار البرلمان العراقي موازنة البلاد لعام 2021 والتي تقدر بحوالي 89 مليار دولار، إلا أن مستوى الفقر فيه ارتفع بشكل لافت للنظر. البنك الدولي أشار إلى أن 25% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بعد أن أصيب العراق بصدمتين متتاليتين خلال العام 2020. البنك الدولي قدر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي ب 10.3% بسبب تراجع إنتاج النفط نتيجة اتفاق أوبك بلس وكذلك الجائحة التي أثرت في قطاع الخدمات. فيما أشارت وزارة التخطيط العراقية إلى تراجع نسبة الفقر قليلاً خلال هذا العام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وارتفاع أسعار النفط. هناك تحسن في أسعار النفط، هناك عودة للحياة بشكل أو بآخر. حقيقة المؤشرات المتوفرة لدينا الآن أنه النسبة تراجعت قليلا عما كانت عليه في عام 2020. نتحدث الآن عن نسبة يعني تتراوح من 25 إلى 27 تقريبا 27%. البنك الدولي أكد أن العراق ليس دولة مفلسة، وهو رابع أكبر منتج للنفط ولديه مقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة، إلا أن البلاد تعاني من مشاكل بنيوية اقتصادية، منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يشكل 95% من صادراته. أنا أخوكم خريج كلية وقاعد أبيع مي وبيبسي بالشارع وجيجاري، يصير هاي يعني الوضعية هاي؟ أنا شنو ذنبي أني وغيري؟ هاي العالم المتبهذلة ليش هيك؟ يعني غير واحد يدير باله على شعبه على ربعه. منطقة العمرية اللي تعتبر من أهم مناطق بغداد والجميلة وهاي، بس نسبة الفقر اللي بيها يعني عالي المستوى، يعني بسبب الإهمال الحكومي والأوضاع المعيشية وما حد ينتبه علينا، ملتهين بس بنفسهم وبالأحزاب يعني. البنك الدولي لم يمنح هذا العام أي قرض جديد إلى العراق، إلا أنه أشار إلى وجود محفظة مالية متنوعة تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار من المشاريع في قطاعات متعددة، منها إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش وقطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والمساعدات التقنية لوزارتي المالية والتخطيط وشبكات الضمان الاجتماعي. وينضم إلينا مشاهدينا من أربيل الخبير الاقتصادي همام الشماع. أستاذ همام، أهلا بك، مساء الخير، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. يعني 5 ملايين فقير في بلد أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط، أحد الخمسة الكبار الحقيقة في العالم، 5 ملايين من 40 مليون، نسبة كبيرة جدا، أليس كذلك؟ ما هي أسباب هذه الحالة برأيك؟ نسبة الفقر طبعا لا توجد دراسات دقيقة، إنما تقديرات وتخمينات، حتى ما أشارت له وزارة التخطيط من أن هذه النسبة قد انخفضت، هذا غير صحيح لأنها غير مبنية على مسح ميداني وعلى تحقق من الواقع العملي الواقع الحياتي. أنا أعتقد أنه في العام
20 والعام 21 ارتفعت نسبة الفقر ربما إلى ثلث الشعب العراقي. وزارة التخطيط سابقا أشارت إلى أن خط الفقر هو عند 100,000 دينار 105,000 دينار. الآن أصبح خط الفقر بحكم انخفاض قيمة الدينار القوة الشرائية للدينار أكثر من 135,000 دينار للفرد الواحد، يعني العائلة شهريا لا تحصل، معظم العوائل لا تحصل على 500,000 دينار وهي مكونة من 5 أشخاص أو 6 أشخاص، بمعنى أن خط الفقر ينتشر بشكل كبير بين العراقيين. أنا أقدر نعم. أقول كما تقدر وزارة التخطيط والجهات الأخرى أن أعداد الفقراء في العراق تتجاوز 7 ملايين فقير بموجب معيار الدخل الفردي. نعم. طيب هل هناك يعني السبب الرئيسي؟ نعم تفضل. نعم السبب الرئيسي. نعم السبب الرئيسي لتزايد الفقر في العراق هو أولا الفساد المالي الذي حرم الشعب العراقي منذ 2003 من الاستفادة من إيرادات النفط التي تزيد عن تريليون دولار، وبدليل المشاريع المتلكة والتي تبلغ عشرات الآلاف من المشاريع التي حرمت العراقيين من فرص العمل ومن المردود المالي الذي يضفي على العراق وعلى الناتج المحلي زيادات ملموسة. الفساد المالي والإداري الذي هرب أموال العراق إلى الخارج من خلال ما يسمى نافذة بيع وشراء العملة التي لم تؤدي إلى استيرادات من السلع. وأيضا وآخر شيء هو قيام وزارة المالية بتخفيض سعر صرف الدينار خلافا لقانون البنك المركزي. نعم. طيب برأيك يعني الرئيس برهم صالح واضح أنه يدفع بشدة باتجاه تبني مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب، قانون استرداد أموال الفساد. برأيك هل هناك إرادة سياسية لدى مجلس النواب لتمرير هذا القانون وتفعيله بالملاحقة والمطاردة القانونية؟ أنا أعتقد أن القانون يعني حتى لو تم إقراره لن يؤدي إلى نتائج، والفاسدين يدركون أن هذا القانون لن يؤثر على أوضاعهم السابقة، ربما سيؤدي إلى وقف عمليات استنزاف الأموال في الوقت الحاضر، ولذلك يعني نتائج الانتخابات التي ستجري هل ستؤدي إلى فرز طبقة من الشرفاء لإقرار مبادئ تمنع الفساد، أو أن الدورة ستدور كما كانت سابقا لصالح الفاسدين وأن الانتخابات لن تغير شيئا من الواقع السياسي والمالي. إذا كان ذلك فطبعا سوف لن يقر القانون. أنا أعتقد أن القانون لن يقر في هذه الدورة. نعم. سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات القادمة. واضح. وبالتالي يعني سيكون إقراره رهين. نعم. بمجيء فئة جديدة. نعم. أو بقاء نفس. نعم. الوجوه في من. نعم. من أربيل الخبير الاقتصادي هما ما شمع، شكرا جزيلا لك.